السلام عليكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم وشكرا لحضوركم. طبعا أحب نبدأ إن شاء الله. أول شيء أحب أن أشكر عمادة كلية الصيدلة جامعة بغداد ووحدة الشؤون العلمية خاصة دكتور سامر حاضر معنا على المساعدة في تنظيم هذه الورشة، إن شاء الله تكون مفيدة لكم. يمكن من يعرفني الدكتور علي عزيز من كلية الصيدلة جامعة بغداد فرع الصيدلة السريرية. Today we'll talk about overview of mixed method research. قبل ما نبدي بس أريد أشوف على الشات إذا أمكن منو عنده فكرة على الموضوع من عدانا إحنا، يعني منو عنده فكرة على الميس ميثود، منو اللي ما عنده فكرة يحب يكتب شيء يشاركنا رأيه. وحقيقة موضوع الميكس ميثودز موضوع مو قديم جدا، موضوع مثل ما تشوفون تقريبا بدأ بال 1989 أو 1990. يعني this methodology نقدر نسميها احنا methodology، it's mostly related to social and administrative pharmacy. Why we care about mixed methods? Because it can provide us with certain criteria, those are not available in other methodologies. We can collect information in depth, specifically in the qualitative part, that are not available in other methodology. So at the end of this workshop, you need to understand what is the mixed method research, when we need to accomplish or to conduct such method, what's the theoretical drive behind it, and why we need to choose it, why we select mixed method over a single method, either qualitative or quantitative. Also, we need to know why, what's the advantages of this mixing two different methods or methodology. شيخ الميكس ميثود يمكن بدأت الرحلة مالتي وياها بال 2015 العفو 17 تقريبا، بلشت بحث مع معاونة العميد كلية الصيدلة جامعة أيوة ماري راي. كان عندها سيرفي، كان عندها اكسل شيت يتكون من كواليتيتيف داتا وكوانتيتيف داتا. الكوانتيتيف كنا نعرفها اللي هي الريسبونسز اللي هي كلوز اندد كويشنز. كان عندها سؤال بالاخير كان هو عباره عن كومنت، يعني حكي طلاب كتبوه، وكان الموضوع على السوشيال ايزوليشن ان ميديكال سكول جامعه ايوه. فمن هناك بدأت الرحلة. تقريبا كان أول ميكس ميثود عندي، وبعدين تقريبا صار عندي هسه 4 أو 5 من الميكس ميثود. صار عندي نوع من الإكسبيرينس فحبيت أشاركها وياكم. هاي حقيقة الميثودولوجي، صح ميثودولوجي ناشئة، وراح يجوز ان جنرال بالعراق بعدها مو يعني كمان ان جنرال، ما أخفيكم مو سهلة، لأنه هي بيها تشالنجز، لازم واحد عنده اكسبيرينس بيها، او يشتغل يا واحد عنده بيها اكسبيرينس. يعني ما انصح واحد يجي يشتغل بيها بدون ما يشارك كو اوثر وياه عنده اكسبيرينس، على المود يتعلم من عنده بعدين ينتقل للنكست. فمصطلح الميكس ميثود هو تقريبا اجى من من 1989، وايضا مورس بال 1991. إذا تنتبهون أكو تقريبا أكو two different schools. عندنا
سكول اللي هي كواليتيتيف سكول، وعندنا الكوانتيتيف سكول. للكواليتيتيف سكول اللي هي تقريبا بعيدة علينا كانت، يعني احنا بالفارماسي كنا كله نتكلم عن نمبرز، كلينيكال ترايلز، اوبجكتيفز، لارج سامبل سايز. ف يعني ما متعودين على، يعني كل اللي متعودين عليه على نتائج ارقام. هذيك مره من دزينا بحث كواليتيتيف مجله كليه الطب جامعه بغداد، واحد من الريفيور يقول هاي مو ستدي، مو ريسيرش ارتكل، هذا ريفيو ارتكل، لانه ما يعرف هي هاي كواليتيتيف وما يعرف شنو معنى الكواليتيتيف. فتقريبا الفيلد مالتنا يراد له اويرنس على الكواليتيتيف ان جنرال. طبعا اكو ثيوري بيهايند ات، يعني شو توفر الكواليتيتيف وشو توفر الكوانتيتيتيف لازم نعرفها. كنا نعرف الكوانتيتيتيف، يقدر يقول لي احد شو توفر الكوانتيتيتيف، ممكن حتى ممكن يفتح السبيكر او ممكن يكتب شو توفر لنا الكوانتيتيتيف بارت اذا امكن تقولي، او تريدون تفتحون السبيكر ما عندي مشكله اذا عندك اجابه. الكوانتيتيتيف ستديز شو توفر؟ جنراليزيشن. عاش تيدك دكتور جعفر. ليه جنراليزيشن؟ لان عندنا لارج سامبل سايز. فاذا عندنا ثيوري، عندنا هايبوثيسيس، فقط نريد نسوي لها جنراليزيشن. يعني احنا عندنا اوريدي ميثودز، هي البي فاليو هي طبعا في التول قصدك ستاتستيكال اناليسيس. احنا عاده عندنا يعني تقريبا تو سكول، السكول الاولى اللي هي الكوانتيتيتيف. كوانتيتيتيف شغلها شو تسوي؟ تجيب الميثود، تجيب الثيوري او الموديل او الهايبوثيسيس وتاخذ راي لارج سامبل سايز، تثبته او تنفيه، فهذه سهولة جنراليزيشن. بالمقابل احنا بعض المواد او بعض التوبكس ما راح نقدر نوفر بيها الثيوريتيكال باك جراوند، يعني ما عندنا ثيوري، ما عندنا هايبوثيسز، ما عندنا معلومات على التوبكس، توبك جديد. اذا احنا لازم اول شيء الخطوه الاولى نسوي الثيوري، نسوي هايبوثيسيس، بعدين نسوي لها تيست على لارج سامبل سايز. مرات نحتاج الى كواليتيتيف بارت اللي هو اللي يبني لنا الثيوري ويبني لنا الهايبوثيسيس، بعدين نجي نطبقها. يعني انتم اذا تنتبهون ترى كثير من الدراسات اللي جايه من ثيوري الهيلث بليف موديل والاندرسون مودلز والثيوري ريزنت اكشنز والتكنولوجي اكسبتنس موديل وديفيوجن اوف انوفيشنز، ترى هذني المودلز ما اجني راسا سووا لها جنراليزيشن. هذا اكو ناس بنت للمودل، بنت الثيوري، بنت بعد ما سوت انترفيوز، بعد ما سوت كواليتيتيف قدرت تسوي ديفلوبمنت للثيوري. انا ليش دا انقل لكم انهم هم تو ديفرنت ووردز. يعني مثلا الكواليتيتيف اذا تنتبهون على هذا اليسار، تنتبهون جوا الستيج اللي واقف عليه ايش مكتوب؟ كونستراكتيف واندكتيف اكسبلوراتوري ريسيرش. هذا كونستراكتيف او الاندكتيف، الاندكتيف يختلف عن الاوبجكتيف، يختلف عن الديتكتيف، هذا راح يكون الثيوري. في حين اذا تنتبهون على اليمين كاتب بوست بوزيتيفيزم ديتكتيف لوجيك كونفيرماتوري، اذا هذا يسوي الهايبوثيسيس وهذا يسوي لها كونفيرميشن او يسوي لها تيستينج. اذا الغرض من عندها انه احنا نسوي الثيوري ونسوي لها جنراليزيشن خاصه بالتوبيك الجديده. الكواليتيتيف هو جديد طبعا على الصيدله، مثل ما قلنا بالتسعينات بدات تنتشر اكثر شيء بامريكا، ظهرت بالسايكولوجي، علم السايكولوجي مهل قد بي ديب انفورميشن. يعني احنا مرات اكو مواضيع نحتاج بها ان ديب انفورميشن، ما يكفينا سيرفي، ما يكفينا ستراكشرال انترفيو، نحتاج ان ديب انفورميشن. فاذا هذني الشغلات اللي نحتاج بها ان ديب انفورميشن.
هذني ابدا ما يفيد بيهن الكوانتيتيتيف وحده. فاذا الميكس ميثود ما اخفيكم هي عمليه تشالنجينج، انه انت تسوي انتجريشن بين تو ديفرنت ميثودولوجي انتجريشن. يعني هي مو اني اسوي كواليتيتيف اسوي انترفيو واسوي سيرفي واعرض النتائج منفصله منفصله بارالل، لا لا، ممكن اني اسوي الداتا ديفرنت، يعني داتا كولكشن تو بارالل، ممكن اسويها سيكونشال. بس الفكره انه اني عندي تو داتا سيت، عندي تو ريزلت اوكي منفصله، بس لازم اكو بوينت اوف انتجريشن. البوينت اوف انتجريشن غالبا احنا نسميها الدسكشن، يعني هي الدسكشن نقطه اللقاء. من اجي اناقش اجي اقول بالكواليتيتيف لقيت هيك وبالكوانتيتيف هيك واثنين اتفقوا هيك او اثنين مختلفوا، انا ما يصير ابقى بارالل، ما يصير ابقى ماكو ميرج بيناتهم، لازم اكو ميرج بالاخير. هذا الموضوع تايم كونسيومينج، يرى ريسورسز، يرى اكسبرتيز، بس الحقيقه النتائج مالته مبهره. انا يعني التجربه وياها كلش مفرحه، يعني النتائج اللي شفتها، يعني كم المعلومات اللي حصلتها من الميكس ميثود ما ممكن احنا نحصلها بايذر واي. راح تشوفون بعض الامثله ان شاء الله. فاذا اكو ثيوري بيهايند ات، خليها ببالك اكو ثيوري. راح تقول لي زين ليش نتعبين نفسنا مسوين ميكس ميثود؟ هذا السؤال كلش ليجيتيميت. يجوز احنا ما نحتاج الميكس ميثود، احنا اذا عندنا ثيوري وعندنا سيت اوريدي فاليديتد مال كويشنير ولا نحتاجه. اذا الموضوع ويل نون اوريدي استابليشد اوريدي فاليديتد، نجيب الثيوري ونجيب السيت مال كويشنز الفاليديتد مالتها ونخلص. بس اذا ما عندنا اي معلومات عن الموضوع او نحتاج استبلينيشن او نحتاج اكسبلوريشن، لا لازم نحتاج السكند فيس. قلنا اكو تو سكولز. طبعا اول شيء تذكره بالميثودز لازم تقول justifications why you are doing why you are conducting mixed methods. زين راح تقول لي منو الاقوى ومنو الاوبجكتيفز ومنو السبجكتيفز؟ جواب سهل، السبجكتيفز هي الكواليتيتيف والاوبجكتيفز هي كوانتيتيتيف. كوانتيتيتيف رأي لارج سامبل سايز، كواليتيتيف هي سمول سامبل سايز. بس ما يعني، يعني احنا بعض الاخوه يقولون الكواليتيتيف، يعني مره ناقشنا بروبوزل واحد قال انا اريد من اللجنه اللي كانت تشوف اريد 200 واحد بالكواليتيتيف. الكواليتيتيف ترى هي اوريدي ما بيها لارج سامبل سايز، فهاي مو ليميتيشن بالستدي، هي امبيدد يعني بالكور مالتها هي سمول سامبل سايز. يعني مو انت تقول بالاخير والله احنا عندنا سمول سامبل سايز كواليتيتيف، انت يعني ما تخجل تقول هي سمول سامبل سايز، هي اوريدي سمول سامبل سايز مقارنه بالكوانتيتيتيف. يعني كوانتيتيتيف تجمع 1000 تجمع 100 هنا ايش قد تريد تجمع؟ ما راح تجمع هواي. يعني ولو احنا جنرال بوكيت سوينا طلابنا اخذوا 65 واخذوا، بس هاي الارقام خرافيه، لانه بالبدايه احنا بس ردنا نرضي لجنه المناقشه او ردنا نرضي اللجنه المركزيه وغيرها، لانه بس 65 ترى ما حد يسوي كواليتي، ما حد يسوي 65 انترفيو، ما حد يسويها، بس احنا سويناها. بالمناسبه هنا أنا احد المشاركين دي يقول الميكس ميثود يرفضوها الريفيور، توتالي اجري. يعني دكتور محمد طالب، انا اخوي انا ريفيور، انا ارفض وقت تجيني ان شاء الله. اي اي احنا خلي اضحكك، بال 2015 كان عندي زميلي بايوه بن يوريك كان امريكي هو، فكان وياي بالاوفيس، فاليوم اجى ضايج قلت له شنو بن شنو الاخبار؟ قال دولة جافا الجورنال اوف امريكان فارماسيست اسوشيشن. قلت له ايش بيهم؟ قال رفضوا الابستراكت مالتي. قلت له ليش؟ قال الدراسه كواليتيتيف. يعني تتصور بال 2015 وبامريكا والكواليتيتيف مو هم مو فاميليار. فيمكن ان اللي اكو مقوله الامام علي عليه السلام انه الناس عدا ما جهلوا ما يدركون انه هي هاي ميثودز، وميثودز رصانتها مثل عن رصانة الكوانتيتيتيف، بس هم مو فاميليار وياها، ما يعرفوها،
ما يعرفون اساسياتها، وبالتالي راح يصفون يقول هاي شنو، هاي من جاب لنا، مثل ذاك يوم كليه طب جامعه بغداد واحد يقول هذا مو ريسيرش ارتكل، هذا ريفيو ارتكل، اضطريت اجيب له لينكات واجيب له صور واجيب له لينك مال يوتيوب واخلي له تعاريف. جاوبت الريفيور قناعتهم انه هذا نوع جديد من الميثودولوجي اسمه كواليتيتيف، احنا ضروري نحتاجه في بعض الانفاميليار توبكس. ما نحتاج ممكن الداخل ياك دكتور، يعني ممكن الداخل ياك دكتور، والله هو ممكن، بس هي المشكله اني اخلص اخذ منك 30 ثانيه بس تفضل اذا 30 اقل بعد اي 30 ثانيه، لان احنا تعلمنا من الاوروبيين علمونا من كم من الدراسات برا، يعني خير الكلام ما قل ودل. يعني دكتورنا العزيز، الكوالتيف والكوانتيتيف اوكي صحيح، بس هي مو مع كل السبجكتس من تريد تنشر كذا بيبر شغال. يعني احنا بالموليكولر بايولوجي والجينيتكس عندنا بس الكوانتيتيف شغال، كوانتيتيف اذا زرايا سيرفيز اذا كذا اذا ريفيو اذا سيستماتيك ريفيو مثلا تشتغل، بس اذا بالفارماسي بالفارماكولوجي اوكي الكومبينيشن شغال. انا يعني باك جراوند عن الموضوع، بس اتس نوت يعني أكيد أكيد دكتور من العفو مين حضرتك، بس أنا جامعة ميسان كلية الصيدلة، شرفنا بحضورك دكتور محمد. حياك الله. مثل ما تفضل دكتور محمد، هي إحنا الأريا نستخدمها بيها هي أريا الفارماسي براكتس، خلي أسميها أريا الفارماسي براكتس، هي إكسبلور البيهافيرز، explore the intentions, explore the practice, explore the opinions, explore the comments, explore the feedback. هاي ما راح تشتغل على اللاب بيز. يعني ابو اللاب بيز يريد من عندك انت measurement، يريد من عندك blood sample، يريد من عندك، بس هذا الفارماسي practice in general راح تفيدنا وين؟ راح تفيدنا understanding the behavior of patients, understanding the behavior of healthcare providers, understanding the thinking and behaviors of policy makers, of decision makers. فأعتقد الأريا اللي إحنا دا نشتغل بيها هي أريا صح مبتعدين إحنا عن المولكولار مايكروبيولوجي، مبتعدين عن الفارماسيوتكس، مو الأريا مالتنا. الأريا مالتنا إحنا الأريا، ما أخفيكم ترى بالعالم الفارماسي براكتس توسعت. يعني أنا هسه الفرع الصيدلي الاستريه جامعة بغداد، إحنا كنا تقريبا هسه بدينا ندرك إنه أكو عوامل تأثر على البيشنت أوتكم غير التريتمنت. أكو عندنا بوليسي، عندنا ريجوليشنز، عندنا availability of medications، عندنا implementations of guidelines، عندنا adoption of guidelines. هذني المواضيع احنا كنا بالبدايه ما نهتم بيهن، عبانا مواضيع ثانويه، ولكن هذني طلع عن كلهن كونفاوندرز وكلهن ياثر على الاوتكم اللي هو البيشنت اوتكم. يعني انا البيشنت الادهيرنس مالته، البيرسبشن، الاكسبتنس، فيزيشن فارماسيست كولابوريشن، فارماسيست نيرس كولابوريشن، نيرس فيزيشن كولابوريشنز، الادمنستريشنز، افيلابيلتي اوف ميديكيشنز، تدري هاي كلها راح تأثر لنا على البيشنت اوتكم. وبالتالي احنا بالفارماسي براكتس صار انتجريشن بين الاولد سكول اللي هي فقط كانت تدرس كلينيكال فارماسي، فقط كلينيكال فارماسي، فقط جيب لي سامبل سايز، فقط قيس لي بلاد، اسحب بلاد وقيس لي ميجرمنت. يعني هذا تعريف الكلينيكال فارماسي القديم. هسه لا، بالعالم هسه وين كنت ادرس باي واسموها فارماسي براكتس، لانه ادركوا الكلينيكال فارماسي وحدها تطي بارت من البيكتشر، البيكتشر الثانيه اللي هي السوشيال ادمنستريتيف فارماسي. اذا قدرنا ندرس البيهيفير مال البيشنت، بيهيفير مال هيلث كير بروفايدرز، بلس نقدر نشوف العوامل اللي تاثر على الاوتكم وقدرنا نشوفها. فشكرا دكتور محمد يعني على مداخلتك الجميله. احنا على طول يعني لازم نكون واضحين، احنا هذا الاريا هي مو كل لكل الديسيبلين، بس ممكن الاستفاده منه، ممكن الاستفاده من عندها بالمناسبه. يعني انت احتمال تحتاج تسوي انترفيو،
يعني انت عندك ريزلتس وما عندها ما بيها اكسبلينيشن. احتمال تحتاج تسوي انترفيو ويا بيشنت ويا هيلث كير بروفايدرز ويا بوليسي ميكر ويا ديسيجن ميكر وتفتهم الانتربريتيشنز. كنا وي ار فاميليار وذ كوانتيتيف داتا. كوانتيتيف ممكن بالمناسبه مو فقط سيرفي، يعني الفكره اللي ماخذيها الباد ايديا انه انا اسوي انترفيو واسوي وراه سيرفي، يعني هذا احنا اللي سويناه بالبدايه يعني باعتبار الناس فاميليار ويا السيرفي، بس هي بالمناسبه كوانتيتيف ممكن تكون تشارت ريفيو، ممكن تكون بلاد ميجرمنت، ممكن تكون لاب داتا، اي نمبرز هي كوانتيتيف، سواء انت جايبها باللاب سواء انت جايبها بالسيرفي سواء انت جايبها بالشارت اكستراكشنز. اذا احنا كنا فاميليار ويا الكوانتيتيف، ما راح اتعب نفسي بيه لان كلكم تعرفون شنو الكوانتيتيف. وصلنا احنا تقريبا من 93 من تاسيس الصيدليه السريريه دكتور سليم ودكتور ابراهيم الله يذكرهم بالخير يشتغلون كوانتيتيف. اذا الكواليتيتيف هو الجديد. الكواليتيتيف الجديد نحتاجه to understand the behaviors, to understand the perceptions, to understand, to explore in depth. يعني شنو أقول in depth؟ يعني بوقت إحنا كنا دا نشتغل أنا دكتورة منال محمد من الفارماكوفيجيلانس سنتر اليقظة الدوائية مع طالبة الدبلون مينا زياد صيدلانية مينا زياد، أخذنا موضوع substandard falsified medicine. ردنا نعرف الروتس مال المشكلة، ما ردنا ننزل سيرفي وما نفتهم الروت. فسوينا انترفيوز ويا الفارماسيوتيكال كومباني ريبريزنتاتيفز، وي اندرستود ذا روتس اوف ذا بروبلم. يعني انت من تسمع لمده ساعه وتسوي فولو اب كويشنز ويقول لك المشكله انه انا عندي يصير رابتشر بالستوك، يقول له ليش يصير رابتشر بالستوك، يقول لك يتاخر عندي الميديكيشنز بين ما يجي للشركه 3 أشهر لما يصنع و 3 أشهر لما الموافقات، 6 أشهر يلا يوصلني صار عندي رابتشر ستوك، اجى واحد فل ذا جاب نزل سب ستاندرد او فلسفايد ميديسين بوكاني. هذا اللي يحجب الشركه. فاذا انت مو لو مو سال هالاسئله وسال الفولو اب كويشنز ما راح تعرف الروتس، ما راح تعرف ليش يصير ستوك رابتشر، ما تعرف شنو الميكانيزم. يعني let them talk، يعني الانترفيو interviewees احنا interviewers والinterviewees هم المشاركين. let them talk، خلي يحكوا لك لان هم بنص الاكسبيرينس مالتهم، تسمع المشكله من الروتس مالتها. هاي ما ممكن يوفرها اي ميثودز اخرى غير الكواليتيتيف. ممكن توفرها 1 تو 1 interview اللي هو شخص الانترفيور ويا انترفيوي 1 تو 1. ممكن نوفرها بالفوكس جروب. فوكس جروب راح تقعد 5 إلى 12 واحد عادة، هي عادة الرقم 5 6 7 8 إلى 12 كل شوية، بس يعني تقعدهم سوية ويصير بيناتهم interactions. يعني أنت تريد تسوي بحث على بوقتها إحنا على substandard falsified medicines، أكو شركة اشتركوا بها خمسة representative نفس الشركة، بدأوا يتداخلون وبدأنا نسأل واحد يحكي، نفتح الباب لله تناقشون، حصلنا معلومات ما ممكن نحصلها بالكوانتيتيف. راح تقول لي انت يعني زين وبعدين انت محصل حكي، وهذا الحكي شلون نسوي له اناليسيس؟ يعني واحد من الزبلاء يقول انا اريد ارقام، اقول له ما اقدر اعطيك ارقام، غالبا هي ما بيها ارقام، غالبا هي بيها تكست. فاذا كواليتيتيف ما راح اطلع ارقام، راح اطلع لنا تكست. عندنا 3 types of interviews. هسه راح نحكي على البارت الكواليتيتيف باعتبار احنا فاميليار ويا الكوانتيتيف. ستراكشرز يعني كانه انت تسوي سيرفي، عندك هذا الستراكشرز اللي دي يصير عندنا شنو؟ دي يصير عندنا exactly we follow the questions. يعني ما عندنا follow up questions، عندنا أسئلة نحكيها جاوبون عليها ونخلص بدون أي follow up. تماي structure يعطيك flexibility. سألت سؤال قلت له ليش يصير عندك stock ruptures، قال لك دي يصير عندنا يطول 6 أشهر. يقول لك تقول لي ليش يطول 6 أشهر، يقول لك 3 أشهر بين ما يصنع 3 أشهر بين ما يجي. هذا follow up question
ما يوفر الستراكشرز، يوفر السماي ستراكشرز. اذا احنا بالثينات عندنا انترفيو جايد لاين، اول واحد راح نتقيد به، ثاني واحد احنا ممكن نسوي فولو اب شويه نطلع عنه ونرجع سماي ستراكشر بيها فلكسبيليتي. الانسر ستراكشرز لا، اني اروح ما جايب وياي انترفيو جايد ولا سؤال، اروح التقي بالريبريزنتيف مال فارماسيوتيكال كومباني اقول له احكي لي عن سب ستاندرد فورتيفايد ميديسن، احكي لي، انا ما جايب اي سؤال، اقول له احكي لي الاكسبيرينس مالتك، ايش تعرف عن الموضوع احكي، وسؤال يجر سؤال وبدون اسمه انستراكشرز. غالبا احنا نستخدم استماي ستراكشرز، وكل تقريبا يفضل هو اكثر واحد يعطيك فلكسبيليتي، وبنفس الوقت احنا ما نقدر نطلع عن ستراكشرز لان كل واحد راح ياخذنا جزء بزاويه معينه، ما نقدر نجمع البارتيسيبنت. احنا نريد اكو نقطه بالاخير، سؤال كلش مهم، الجماعه يقول لك انت كم بارتيسيبنت راح تاخذ بالكواليتيتيف، راح اقول لك مو اني الاخذ، اكو نقطه لازم نوصلها اسمها ساتوريشن بوينت. ساتوريشن بوينت لما الكلام كله يبدي يتكرر 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 بعد ماكو something new، هذه النقطة اسمها saturation point، أتوقف عندها. من أتوقف عندها بعد ما أحتاج أسوي new interviews، هاي ممكن أتوقف عندها after 5, 10, 15, 20 حسب الموضوع اللي أحكي بيه يعني. فخلي ببالك إنه saturation point هي اللي تحدد sample size، مو مثل quantitative. The quantitative أكو معادلات ولازم نعرف الانسيدنس ولازم نعرف البريفالنس او نعرف التارجت سامبل سايز، لازم نعرف بوبليشن سامبل ونسوي هاي الكالكوليشن او المعادلات الحسابيه او الموجوده اونلاين وندخل وياها مارجن اوف ايرور وغيرها وتطلع لنا فد سامبل سايز معين. فان جنرال هي يعني بيور بارتيسيبنت ان جنرال. عرفنا شنو فرق الستراكشر عن semi structures and unstructured. Most commonly used was semi structured. يوفر لنا in depth. يوفر لنا follow up questions. راح هذا follow up questions راح بنفس الوقت شنو معنى reliability؟ Reliability هي عبارة عن إنه نحصل نفس النتائج بالتكرار. يعني نفس السؤال، يعني نفس السؤال، يعني أنا ديش مرة عندنا طلاب ماجستير قال اني السؤال هو بالانجليزي بس اني من اجي للبارتيسيبنت اترجمه بالعربي مباشره. قلت له لا، ما ترجمه بالعربي مباشره، هاي انت ترجمه قبل الانترفيو او قبل السيرفي. ليش؟ لانه انت ترجماتك احتمال تختلف من مره لمره. يعني اليوم ترجمه مالتك فتكلمتين، ترجماتك اليوم الثاني حتعطي اربع كلمات، غيرت الكلمه غيرت المصطلح، ما يصير هذا، مو يصير ريالابل، راح يختلف السؤال من مره لمره. فرجاء انت لازم عندك جايد لاين، لازم تترجمها اذا تريد الترجمه للعربي ترجمه للعربي، بس لازم تسال نفس السؤال كل مره، ما يصير كل واحد تساله سؤال مختلف، ما يصير، والا تصير الاسئله مو كونسيستنت. كلش مهم نعرف انه هاو ماني انترفيورز احنا، هل اني واحد راح ادير الجلسه لو واحد يساعدني، كم انترفيو اسوي. طبعا يحتاج الوقت ايضا، لازم نعرف نحدد الوقت، هل هو نص ساعه ربع ساعه. طبعا الجولدن ستاندرد هي لازم يكون اكو جايد لاين، انترفيو جايد لاين، ولازم يكون اكو اوديو ريكوردينج. ما اخفيكم احنا بالعراق بعدنا مو فاميليار وياه، واجهنا كل الصعوبات هواي طلابنا، احنا واجهنا صعوبه انه يقول لك أنا أخاف أسجل، أنت تسجل لي، ما أعرف، خاصة الناس اللي ما تعرفنا، يقول لك أنت شنو اللي تسجل لي؟ فاضطرينا نقول لهم إحنا ما راح نسجل اسمك ولا اسم المستشفى ولا اسم العمود، يبقى أنونيموس ويبقى التسجيل فقط الأسئلة، يعني إذا اسمه وغيره راح يكون خارج التسجيل، والتسجيل ما بيه الاسم عمود، نقلل الحرج عليهم، والناس اللي تعرفنا بدأت تستجيب للموضوع، بس هي العملية مو فاميليار بالناس يخافون منها. البلانينج مالتنا لازم نحضر الريكوردر مالتنا، لازم نحضر النوت بوك. طبعا يراد ان تريننج، مو كل واحد يقدر يسوي انترفيو، والتريننج موجود ان بيرسون او موجود باليوتيوب ايضا.
ان جنرال لازم الانترفيورز يكون عنده سكيل، لازم ما يكون بايز، لازم ما يكون الكويشنز مالته ما تكون ليدنج كويشنز، لازم ما يكون عنده راي، لازم يسمع ومرات يرجع. اذا طلع الانترفيوي طلع من الـ من التوبيك ممكن نرجعه، بس ما يصير انت تأيده او يعني انت ما يصير تحكي بين قوسين وتبدي رايك. اذا بديت رايك راح تحرف يعني تقول له اي والله لو يسوون هيك احسن. ما يصير، انت ابد ما يصير تقول هيك، لانه انت راح تغير راي البارتيسيبنت. فوكس جروب، يعني انا اتذكر دراسة البابليك هيلث مالتي، ايوه احتاجينا فوكس جروب. فوكس جروب شو وقت احتاجينا؟ ردنا نسوي بروجكت مال barriers facing Arabic speaking community toward using healthcare services. يعني شنو المشاكل اللي تواجه الجالية العربية هناك من ناحية وصولهم للخدمة الطبية أو الصحية. فاضطرينا انه نسوي فوكس جروب، انه يقعدون فدعين من الجالية العربية 5-6 وقتها، وكل واحد وكلهم سوية، ويبدون واحد واحد تسأله رأيه أهم البيريرز اللي يواجهها هو وعائلته، رأيه شلون تنحل، يصير تداخل بيناتهم، حكي هذا يحكي حكاية، هذا يوافق عليها، هذا ما يوافق عليها. وبالتالي أنت راح تسمع، بس طبعا هي بها مساوئ وبها مضار وبها فوائد. البروز مالتها الفوائد أنه أنت راح يصير انتراكشنز بيناتهم. الكونز مالتها أنه ما يصير تخلي أنت امبلوير وامبلوي، لازم تخلي رئيس الفرع والموظف والتدريس الاعتيادي احتمال يتحرج وما يحكي، ما يصير تخلي البوس ويا الامبلوي. فهاي لازم الرانكينج هم تلعب دور، لانه اذا انت مثلا تروح على اكو دوائر، اذا قاعد البوس مالتهم ما يحكون ما حد يحكي، خافون او يتحرجون، او يعني خاصه خارج التعليم يعني اكو تسلسل هرمي. فاذا الفوكس جروب ايضا هي طريقه اخرى، قلنا individual interview عندنا. طبعا انه هاي لا ما اريد ادخل ان ديبث، هذا ماني ما اريد ادخل ان ديبث، الموضوع انه ميكس ميثود كواليتاتيف، بس انا مركز على الكواليتاتيف باعتبار اتوقع هي نوت فاميليار، انه انتروديوس يور سيلف، انتروديوس ذا اوبجكتيفز، ميك شور كومفورتابل، اتس برايفت اريا، ولازم تكون انت كلير كويشنز مالتك، ولازم ما تكون ما تسوي لا انتربشنز الا اذا طلع عن الموضوع، وتسوي له ريكوردينج، تاخذ نوتس، تسمعه، تباوع عليه عن تخليه يحكي، وتاكد على الكونفيدنشياليتي وعلى البرايفسي مال الميتنج. فاذا الانترفيو بحد ذاته هو يراد سكيل، يراد تريننج. يعني أنا بوقتها يعني يمكن أخذت كورس كامل كان بموضوع تقريبا نص السمستر إحنا نحكي على الانترفيو، ونسوي انترفيو ونسوي براكتس للانترفيو، كان الموضوع بالببليك هيلث هذا أخذنا. فإذا الانترفيو بحد ذاته يعني أنت واحد من الأساتذة بوقتها سأل قال أنا طالب الماجستير أريد أتعلم، فهو بعدنا إحنا إنه بعدنا انه ماذا نقول في حين هو الانترفيو بحد ذاته، يعني انا طالب اذا علمت على الانترفيو هاي سكيل، يعني انا مو سكيل بس يجيب لي دم ويقيت لي المجرمنت، يعني هي ما شاء الله هسه هاي ما سالفه قياس الدم والمجرمنت، بس من الطلاب دي يتعاجزون يسوون لاب تيست، يروح يودي المختبر ويعطي فلوس المختبر ويجيب له الرزلت، ما تعلم شيء. أنا إذا علم الانترفيو وسوى الانترفيو بحد ذاته هاي سكيلز راح تفيده بالمستقبل. الانترفيو شلون يجمع داتا، شلون ينزل الفيلد، شلون يحكي ويا البارتيسيبنت، شلون يجمع من عندهم معلومات، هي هاي طريقة سكيلز. إذا أنا مدخله تريننج راح يطلع من الماستر بسكيلز. فإذا بحد ذاته الانترفيو هي يعني هي سكيلز وهي ميثودز. فإذا حتقول لي وين الإفورتس؟ راح أقول لك أكو إفورتس، أكو ليرنينج، أكو سكيلز، لأن هي بحد ذاتها هاي ميثودولوجي.
ميثودولوجي هاي ما ممكن واحد يعني ممكن اللاب ديتا أو المختبر يسوي لك إياها. بس الانترفيو صعبة، واحد أنت تروح تكلف واحد يروح يسوي لك انترفيو بوكانك، لا هاي ما راح تصير. فهاي يعني ميك شور إنه هو الطالب راح يسويها بنفسه، وأقول له دز لي التسجيلات خلي أسمعها، وأسمع التسجيلات وأنطي فيدباك، خاصة البايلوت اللي أول وحدة أول اثنين أول ثلاثة نسوي بايلوت انترفيوز، أسمع وأنطي فيدباك للطالب. مرات أكون وياه بنفس الانترفيو أو أسمعها بعدين. السماي ستراكشرز أو الانترفيو كويشنز تختلف عن الكوانتيتيف كويشنز، تختلف عن السيرفي كويشنز، mostly open-ended questions. How do you think? Tell me about time. Describe your interaction. What do you attribute? What might be an example? As you can see, those are open-ended questions. يعني مو أنا أسأله do you like falsified medicines or not? زين شنو الفرق عن السيرفي؟ هيقول لي yes، يقول لي no. لا ما أفضل هذا النوع من الأسئلة. ما استخدم أسئلة closed-ended questions. أكثر شيء يعجبني أنا شخصياً وكلهم يشيدون إنه الكواليتاتيف توفر لك in-depth information. هذا in-depth مستحيل راح تحصله لا بالسيرفي ولا بالchart extraction ولا باللاب data. مستحيل هاي المعلومات اللي تحصلها in-depth، معلومات من experience. يعني إحنا بوقتها صار عندنا ميكس ميثود ايضا مع معامل الادويه، قدرنا نعرف التشالنجز اللي واجهها الناشونال فارماسيكال كومباني، وي انترفيود ذيم. يعني حقيقه فبالانترفيو هو ممكن يبدي يحكي على التشالنجز اللي واجهها، يعني انت تفاتح له المجال يحكي، فيحكي لك كل القصه وكل المعوقات. في حين انت اذا ماخذ طالب معين وماخذ ليست اوف كويشنز وبس تقيد بالكويشنز هاي، يجوز هاي ما تغطي السبكترم، ما تغطي المشكله. انت يجوز كل عقلك انه المشكله صغيره وبعدين تطلع المشكله متعدده، مثل ما صار بالسب ستاندرد فالسفايد. احنا كان ببالنا، احنا قرينا البحوث السابقه مال الدول الاخرى، عندهم يعني مثل امريكا وغيرها اللي هم ويل كنترولد ماركت، ايش عندهم من مشاكل؟ ما عندهم مشاكل هواي مثلنا. بس احنا لما تخليها يأتي تطلع مالتي يعني فاسيتد problems، يعني حقيقة تطلع هي المشكلة متعددة والكل ممكن يشارك بيها والكل ممكن يشارك في حل. فيعني بوقتها كلش عجبتنا، يعني ورا ما شفت النتائج مالتنا المبهرة حقيقة. خلينا نجي نعرج بشكل سريع على أنواع السامبلينج. إحنا كنا نعرف بالquantitative golden standard هي ال randomizations أو يصرحوا له probability sampling. هاي ما راح نقدر نحصلها بالكواليتيتيف. الكواليتيتيف اما كونفينينت ويفضل نسوي purposeful. purposeful انه نختار الاكسبرت بالفيلد عن مود يعطينا انريتشمنت للموضوع. مرات نحتاج طبعا كونفينينس، مرات نحتاج سنوبولينج. سنوبولينج يعني نسوي ميت انترفيو ويا صيدلي او ويا طبيب ونساله منه of your colleagues، يعني نفس المواصفات، may be interested in this topic، هو راح يدلينا على واحد. يعني مثل كرة الثلج تبدأ تصغر وتكبر، بينما احنا قلنا randomization ما راح نقدر نحققه. randomization احنا غالبا نحتاجه بالكلينيكال ترايلز، احنا حتى بالobservation study خلينا نعترف ما نستخدم randomization. observation study غالبا راح نستخدم convenient sample. فتقريبا احنا اذا نستخدم purposive اللي هو على اليسار الأسفل الشاشة، البيربسيف إحنا نختارهم بعناية. يعني إحنا بوقت اختارينا واحد من كل معمل اللي هم الأكسبرت في الفيلد، وبعدين هم طبعا يدلون على آخرين. فنستخدم بيربسيف، نستخدم سنوبولينج بالكواليتيتيف، وبينما بالكوانتيتيتيف إحنا نعرف شو نستخدم، أما راندومايزيشن أما كونفينينس. فالبروبابيليتي سامبلينج خاصة إذا تنتبهون أكو بالميكس ميثود، احنا بوقت اخذنا كورس كامل اسمه ميكس ميثود، يعني احنا سيمستر كامل ندرس ميكس ميثود، بين قوسين 5 اشهر اخذنا ميكس ميثود كل انواعها، لانه الموضوع كلش طبعا هو الميكس ميثود الحلو به ممكن يستخدموه اذر يعني اذر ديسيبلين، كليات تربيه تستخدمه مرات، سايكولوجي يخربون عليه كلش، سايكولوجي
والعلم النفسي وغيرهم. بيربس اوف سامبلينج، اذا تنتبه للكواليتيتيف شلون تنكتب، كوانتيتيتيف او بالكابيتال ليتر. اذا احنا هنا نفس الحكي قلنا، ناخذ عينه، العينه بس خلي ببالك الكواليتيتيف هو نوت ريبريزنتيف، غالبا هو راح يكون هذا بي ليميتيشنز. اذا الليميتيشنز هاي ماشيه ويا انه نوت ريبريزنتيف، لانه كل العينه مالتك. انا اتذكر كانت اكو طالبه تركيه بكليه التربيه يمكن اسمها زينب بوقتها، سوت الاطروحه مال بي اتش دي مالتها على 5 بارتيسيبنت، وانا كنت واحد منهم. التقت فيها ساعتين تقريبا انترفيو. انت تصور بي اتش دي ثيسز، طبعا احنا جماعتنا ما راح يقولوا انا عادي، بس يعني خلي ببالك سوت الثيسز، بس كل واحد يعني بهاي الساعتين كتبت علي فد 5 صفحات، 6 5 × 6 طلعت لها 30 صفحه نتائج، وترسيت خلطه الريزلت مالت. فيعني سوت ثيسز كامله مال بي اتش دي، بس شنو كان اندب؟ كل كلمة حكيتها تسجلت، كل كلمة حكيتها تكتبت، ورجعت عليها وقرأتها وقرأت كل البارتيسيبنت، وكل نقطة اختلفت وياهم، وكل نقطة اجريمنت وياهم، مناقشتها ان ديبث. فاحنا يعني هي المشكلة احنا مو بالسامبل، المشكلة بالديبث انفورميشن نحتاجها حسب الموضوع يعني. الكواليتيتيف غالبا موست كومن، اما ثيماتيك واما كونتنت. الكونتنت تميل، كونتنت اناليسيس تميل للارقام، بها ارقام بس ارقام مو بفاليو ولا كاتات سكوير. الارقام بها كم مره تكرر هذا التيرم، كم مره تكرر هذا الكود، نبدي نحسب. الثيماتيك لا ما بها، الثيماتيك هي فقط اغلب شيء فقط تيك. جراوند ثيوري معناها انت تسوي كود فروم سكراتش، ما عندك theoretical background. لأن إحنا عادة بالquantitative إذا مثل ما تعرفون نتبع theories theoretical background، عندنا theoretical models health belief models theory of reason action Anderson model distribution of innovations technology acceptance model وغيرهم. يعني هذا اللي بس أنا المستخدم من ذا ذكر ولا هنا يعني مين عندنا. بينما احنا بالكواليتيتيف ما عنده ثيوريتيكال مودل، احنا نبدي نسمع والسمع مالتنا احنا راح نسوي من اسمه جراوند ثيوري، راح نبدي من الجراوند نبني معلومات ونسوي ثيوري، احنا نسوي ثيوري. فهي تقريبا ثيوري ديفلوبر ديفلوبمنت نسميها. كونتنت ارقام، نمبر اوف تيرمينولوجي نمبرز of يعني how many times this term was repeated, how many times this code was repeated. هذا اسمه content analysis. اذا content طبعا هم حسب طبعا بالجديد، انا لحد الان ما مستخدمها بس بالجديد، هي مو بالجديد يعني اخر 5 سنوات اكو سوفت وير هي تساعد انا بالانالايز كواليتيتيف. يعني كواليتيتيف مشكلتها ديش مره انا دكتور بس ما ايضا نطيناها بالريكوردينج وبالترانسكريبشنز، انت كل كلمه لازم تنكتب وهاي كلش تيديوس كلش تايم كونسيوم. بالجديد بداوا يستخدموا سوفت وير تساعد على الكودينج، سوفت وير تساعد على الترانسكريبشنز. ترانسكريبشنز كنت دكتور بس ما انا قالت من ساعه سماع يراد لك 6 ساعات تبغى تكتبها، يعني ساعة حكي يراد لك 6 ساعات. يعني هسه أنا هذا إذا أكمل الساعة وتريد تروح تكتب الحكي مالتي راح تحتاج 6 ساعات تبغى تكتب. كل شوي حكي ثاني يعني بالهسه لو تحسب بالثانية إيش قد أحكي كم كلمة، ما تنحسب الكلمات إذا أحكي بالثانية. فأنا الكتابة كلش تايم كونسيومينج، عملية الكودينج وعملية الفايند الكمان ثيمز وفايند الكمان كودز. عملية إذا نبدي من إحنا نبدي من الكود، الكود اللي هو مصطلح نبدي نقرأه بدأ يتكرر. يعني أغلبهم إحنا بوقتهم social isolation سوينا إحنا بوقت في جامعة، أيوة من إجيت ويا دكتورة ماري راي بحث النشر بالأمريكان جورنال فرانسكال إدوكيشنز، كان الإفكت كان the factors influencing social isolation among health science colleges.
صيدله طب اسنان والنيرسينج والببليك هيلث، اخذنا 5 كليات سوينا سيرفي لهم، خليناهم بالاخير رابط او خلينا لهم اوبن اندد كويشنز يكتب كومنت، فاخذنا الكومنت. بدات الكومنت تتكرر، شنو اسباب السوشيال ايزوليشن؟ واحد يقول ام ديفرنت ستودنت، واحد يقول اني عمري كبير وهذول افكارهم شباب صغار انا ما اثق فيهم، بديت انعزل. وحده تقول واحد يقول اني ما اشرب كحول، اغلبهم يشربون كحول بالبارتي، بطلت اروح للبارتي، بديت انعزل. واحد يقول اني انترناشونال ستودنت ما اعرف احكي انجليزي زين، هذول امريكان بيناتهم. واحد يقول اني ورا مع كل ولايه مالتي وجيت هنا اصدقاء ما عندي. واحد يقول هنا جروبات بيناتهم. واحد يقول اذا هاي بدينا احنا نسوي سورتينج بدأت تكرر عندنا الثيمز، هذا اللي عايف الولايه مالته جايب غير ولايه، هذا الانترناشونالز، هذا اللي يعرف انجليزي، بدا الثيم يتكرر، الكود يتكرر، بدينا نجمعهن وقلنا هذا ما طول يتكرر هذا راح نسميه سب ثيم، تكرر بالاكثر اندمج سميناه different student. اذا وحده من عند الانديفيديوال فاريشن بيناتهم او البيرسونال فاريشن بيناتهم بيرسونال كاركترستكس. فبدينا نجمع الكود، بدينا نسوي لها ميرج بسب ثيم، وبعدين شفناها تتكرر وطيناها صبغه اكبر وسميناها ثيم. اذا هي كانت بالنتيجه احنا طلعنا بنتائج شنو اسباب السوشيال ايزوليشنز، شنو أعراضه، شنو العوامل اللي تأثر عليه، وشنو الفاكتورز اللي ممكن تقضينا عليه أو تقللنا من عنده، اللي أغلبها student organizations والpeer activities والsupport من الorganizations، يعني يحتاجون يسوون سفرات الكلية تسوي لهم طلعات مشتركة، تكون جروبات مشتركة، يقللون التنافس بيناتهم، وبالتالي كان يعني اكو فن بهاي الدراسه. ثيماتيك اناليسيس استخدمناها، اللي احنا قرينا كل تكست تقرا اكثر من واحد، تقرا مره ثانيه، تقرا مره ثالثه عندك، بعدين تجي تظلله بالاخضر اللي متكرر نفس الكلمه، مثلا يقول لك اني انترناشونال ستودنت، اذا تكررت هاي العباره او نون انجلش سبيكر كلها تظللها بالاخضر. واحد يقول لك اني شو اسمه drink alcohol ايضا تكرر. واحد يقول لك اني اكل ولايه مالتي وما عندي اصدقاء بالولايه الجديده، اذا تكرر. فتسوي لهم كود احمر ظلله بالاحمر، كل نسوي ذني بالاخضر بالاخضر، وبالتالي تجمع ذني الكومن ثيمز وتسوي لهم سب ثيم، وبعدين تسوي ميرج حد ما تطلع بالكومن ثيم. تايم كونسيومنج ايضا، يحتاج لها اكثر من رايتر، خاص انت يعني غالبا يكون اثنين، اذا عندهم مشكله بالكودينج يجي الثالث يحلها، يعني مو اقل من ثلاثه. الاناليسز ممكن تكتب تكست وتعطي الكود، تعطي كود، يعني المثال هنا عباره عن جمله قالها البارتيسيبنت. اذا ما راح نعطي ارقام، هنا راح نعطي جمل او عبارات قالها المشارك ونخليها بين كوتيشن مارك. ممكن لاين لاين تقرأ، ممكن تقرأ باراجراف باراجراف، ممكن تقرأ كل الدوكيومنتس وبعدين تقرر، بس أنا أفضل لاين لاين، كلمة كلمة، عن جزء جملة واحدة بها تو كود، جملة واحدة تعطي معنى، يعني يقول لك أني أول شيء عمري كبير ونانا إنجليش سبيكرز، إذا صار عندنا عاملين هذا. فإذا حسب المعلومات المتوفره. طبعا عالم الكواليتيتيف عالم مختلف عن الكوانتيتيتيف، المصطلحات اللي نستخدمها توتالي ديفرنت. يعني احنا غالبا بالكوانتيتيتيف نستخدم مصطلح الانترنال فاليديتي، في هنا كواليتيتيف كريديبيليتي. حتى الريزلت، كلمه ريزلت هنا نستخدم كلمه فايندينج، هنا نكتب ستاتستيكال اناليسيس، هنا راح نكتب ثيماتيك اناليسيس، هنا حنكتب external validity، هنا نكتب transferability، هنا reliability، هنا dependability، هنا objectivity، هنا confirmability. مصطلحات أنا كلش أحبها اللي هي triangulation، أكثر من مصدر. وبعدين integrations اللي ندمج المعلومات سوية، يعني قلت لك ما يصير أنت تسوي
two different methods وما تجمعهم. إذا ما جمعتهم على الأقل بالدسكشن، إذا هاي مو ميكس ميثود، هاي يسوي لك كواليتيتيف وكوانتيتيف منفصلة. الفكرة أنه أنت الموضوعين يتحدن ويسوون انتجريشن مثل ما سوينا بس بالستاندرد فالسفايد. أول شيء سوينا انترفيوز فيوز ويا الفارماسيوتيكال كومباني ريبريزنتيف، ومن خلصنا من عندهم سوينا الأسئلة، وبعدين سوينا جنرالايزابيلتي ووزعناه على كل الصيادلة. إذا حققنا هدفين، سمعنا صرنا اندبث انفورميشن، بعدين سوينا جنرالايزيشنز للمعلومات اللي حصلناها، ترانجوليشنز اللي هي اكثر من ميثود تسويه كومبلمنتري. طبعا هي انت لازم تذكر انا ليش اختاريت سبب الميكس ميثود، هل هي ترانجوليشنز، هل انا احتاج معلومات واحده تكمل الاخرى كومبلمنتري، هل احتاج ديفلوبمنت اوف سيرفي، هل احتاج مثل ما احنا نسميها اكسبلوراتوري او اكسبلينيتوري، ايش نحتاجه، شنو السبب. وانتهم لازم يسالك المناقش يقول لك انت شنو ليش استخدمت الميكس ميثود، لازم تسوي جاستيفيكيشنز. يعني انا مرات اسوي سيرفي ومعلومات اللي بيها غامضه، او مو شرط سيرفي، انا جمعت شارت اكستراكشنز معلومات بيها غامضه، ما دافتهم ليش هاي النتائج تصير هيك، ليش الاطباء ديك يكون هذا الدواء، اروح اسوي مقابله ويا الاطباء، هاي صار اكسبلينيتوري. وبعد ما جمعت الكوانتيتيف رحت سويت الانترفيو، يعني مو شرط قبل، ممكن يصير فينا نسويه فرارا. التايم كلش مهم، هي طبعا تايم ممكن يكون بارالل كونكرنت، ممكن يكون سيكوينشال واحد بعد الاخر. سيكوينشال تايم كونسيومينج لان لازم تكمل الاول تسوي بريليمينري داتا اناليسيس، تستخدم اناليسيس للنكست فيز، هاي شويه تاخرك. البارالل مو على طول يرهم، اذا انت تريد تسوي اكسبلينيتري او اكسبلوراتوري لازم تبدي بالسيكوينشال. كونكرنت ديزاين ممكن يكون، إذا تنتبهون على بس أريد أشوفكم هاي علامة التعجب، هاي معناها سيكوينشال. لوش كاتب الكوال كبيرة والكوان صغيرة؟ الكوال يعني هنا هذا ميلي كواليتيتيف، يعني أنا مرات أسوي 20 30 انترفيو، معلوماتي كلها عبارة عن انترفيوز، وبالأخير أسوي سيرفي صغير. فإذا البالك مالتي مين كومبوننت هو الانترفيوز وشوية أضيف له. فإذا انطينا حجم الكوال، إذا تنتبه عليها كلها كابيتال لتر، quantitative small letter، أو بالعكس الكوان وبعدين الكوال. فإذا أنت هذا ترى الرمز من تقراها بالدراسات يعني شيء، capital letter يعني منكم، مرات يكون اثنينهن كبار، هذا اللي لا متساويات، إذا واحد كبير واحد صغير، واحد small letter واحد capital letter، معناه واحد صغير واحد main component واحد الملحق. ممكن واحد dependent و independent. Dependent أنا ما أقدر أسويها، مثلا أنا من سويت planetary ما قدرت أسوي next phase إذا ما خلصت the first phase، فهذا صار dependent. وأقول لا أنا أسويها بنفس الوقت، هذاني independent. Point of integration، غالبا نحتاج نسوي integration على طول، نستعرض both participants in interviews and surveys agreed upon blah blah blah. While the participant of interviews or qualitative phase agreed, the participant of the survey were neutral. همين أقول ليش؟ يعني مو شرط يكونون agreed، مو شرط. ممكن يكونون أكو اختلاف بيناتهم، لأنه أنت أخذت عينة صغيرة بالqualitative. You cannot generalize. يعني أنت أخذت فقط صيادلة بغداد يشتغلون مستشفى بغداد. مستشفى بغداد مستشفى كبيرة بها resources، عندهم أدوية، في حين أنت تريد تسوي generalization جزء ما يصير، مو جزء، مو كل السناتر بالعراق عندها نفس الأدوية ونفس التطلع، فإذا ما راح تطلع عندك نفس النتائج مال qualitative، تطلع بالquantitative. فخلي ببالك أكو احتمال اختلاف بيناتهم، بس أنت لازم تسوي integration غالبا بالdiscussion، ندمج بالحكي مالتنا، نشير إلى two faces. إذا تنتبهون أنواع الميكس ميثود ممكن تكون الكوال والكوان متساويات، ممكن يكون الكوال أكبر كومبوننت، ممكن بالعكس، ممكن يكون سيكوينشال، ممكن يكون كونكرنت، ممكن يكون كوانتيتيف دريفن، ممكن يكون كواليتيف دريفن، ومثل ما قلت لك الديتكتيف فرق عن الاندكتيف، بالكومبوننت بالبيهافيرال ثيوري
ممكن يكون convergent إلى parallel، ممكن يكون explanatory لما يكون qualitative first بعدين quantitative. يعني تبدي بالانترفيو تسمع من عندهم، تكشف تبقى exploratory، تستكشف انت ما احنا سوينا بالمكس ميثود مال من الزياده، تكشفنا substandard falsifying، بعدين رحنا للكوانتيتيتيف. مرات بالعكس، مرة عندنا طالبة عندها أرقام مال فارماكوفيجيلانس سنتر بس ما تعرف شنو معناها، ورا ما جمعت الأرقام وشافت راحت ناقشتها ويا الأطباء، إذن هي عندها أرقام وراحت ناقشتها بعدين، هاي سوت explanatory فسرت ليش هيجي. ليش مرة عندنا طالب هم نفس الشيء سوى، ورا ما طلعت النتائج مال الكوانتيتيتيف بارت سوى chart extractions بعدين راح قابل الأطباء أو الصيادلة. فالفكرة ممكن تكون methods مختلفة، data collection مختلفة، results مختلفة، والpoint of integration تكون بالرزق. هذا البحث اللي تكلمنا عنه تقريبا almost there. Quantitative qualitative factors associated with social isolation of graduate and professional health science students من جامعة أيوة. هذا سوينا الـ primary theme, sub theme, selected quotes أو comments. يعني مثلا العوامل اللي تأثر risk factor. Feeling different from peers. هذا كان theme كبير. شي يضم كم sub theme. Abstinence from alcohols. ما يشرب كحول. International student. Minority group. إذا هو China, إذا هو Asian or Middle Eastern. Minority من الأمريكان نفسهم. في بعض الجراجوات بروجرام كانوا الأمريكان هم الأقلية، بالعكس يعني كلها انترناشنال. نون تراديشنال ستودنت لو عمره كبير. فهذول كم صفتين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كلهم يقولون إحنا feeling different. وكل واحد جبت الكومنت مالته. هذا يقول I don't drink alcohol so they create large set of activity in which I'm not invited, I don't participate. And I go, I have recently tried to reach out to classmate who is experienced isolation. يعني تشوف كل واحد جبنا من عنده كوت. عمود نقول رأيهم بشكل واضح، جملة كاملة مو جملة مقطعة، قواعديا صحيحة. بعدين قدرنا نسوي هي ميكس ميثود، بس قدرنا بالكواليتيتيف بارت نسوي هذا الفيجر. قسمنا الفاكتورز اللي انفلوينس السوشيال isolation إلى individual اللي هي personality or feeling different or employment. The interpersonal قسمناه faculty competitiveness. Organization level قصدي على مستوى الكلية والجامعة. Too busy أو overwhelmed. والcommunity اللي هو reallocation جاي من غير ولاية. في حين كانت supportive or protective factors organizations والactivity. إذن هذا أيضا تكلمنا عليه الميكس ميثود، قلنا ممكن تكون أي نوع من هاي الأنواع، أو ولازم أكو كتب خاصة بالميكس ميثود إذا تحبون، أيضا موجودة ممكن موجودة بأمازون، وهارد كوبي أيضا موجود. exploratory ميكس ميثود اللي هي تبدي بالكوال وتنتهي بالكوان، بعدين exploratory اللي هي قلنا كوال بعدين كوان. هذه كانت دراسة مال مينا، الإبيديميك of substandard falsified medication in Iraq evaluating the effectiveness of national pharmacovigilance alerts to community pharmacy مع دكتورة منال وصيدلانية مينا، كان بحث دبلوم عالي. ونفس الفكرة أيضا، أكو تيم أكو سب تيم أكو كوت، وكان مثلا developing and distribute، أكو مشكلة مثلا بال developing and distribution substandard falsified falsified alerts. كانت عندنا بالالرت، الالرت منو مسؤول عن الالرت؟ يشتركون الفارماكوفيجيلانس سنتر والنقابه وتتوزع على الصيدليات ومن المكاتب، وكل واحد من دوله ما جبنا اسمه، اعطيناه رقم وصل سيدو كود، اعطيناه سيدو نيم مثلا سميناه P1 P2 P3 نبغى نختي اسمه الحقيقي. وممكن في تيبل الـ P1 هو ممكن يكون الجندر مالته years of experience وغيره، بس ما يصير نذكر اسمائهم. تقريبا خلصنا. هذا كان البحث ايضا اللي سويناه،
دكتورة كوثر ودكتور شاب ودكتور محمد كامل مشكورين. Determinant of National Drug Product Acceptance Across Patients, Pharmacists and Manufacturers. سوينا مقابلة مع المانيفاكتشرز وسوينا سيرفي مع البيشنت والفارماسيست. فكان كان المانيفاكتشرز سوينا وياه انترفيو وبعدين اخذنا رايهم سوينا السيرفي اخذنا راي الاطباء الصيادله والبيشنت فيه. وانا حسب ما اتذكر العفو كانت بالعكس سوينا سيرفي راي الصيادله والبيشنت بالادويه العراقيه المحليه وجبنا النتائج ردنا نفسر لنا اياها فسرنا اياها قلنا لهم ليش الصيادله والناس ما ترغب الدول المحليه بداوا يحكون مشاكلهم وليش الباكجينج مالهم مو كل زين. بوقت هذا الحكي بال 2019 نشرنا الموضوع بال 2020 ايضا طلعنا التيم طلعنا سب تيم طلعنا بالكوت. وهذا السلايد سمري ممكن تكون الدراسة مالتك explanatory تبدي بالquantitative تنتهي بالqualitative ممكن تكون exploratory تبدي بالqualitative quantitative ممكن تكون embedded واحدة بطن الأخرى ممكن تكون parallel أو triangulations بها. أغلب اثنين أنا مستخدمهم لحد الآن اللي هي طبعا بأي وقت استخدمنا embedded لأنه كان السيرفي نفسه بي جزء بارت كان البارالل بينما بالعراق انا اشتغلت سيكوينشيا. اكو طبعا سوفت وير اذا موجوده بس يمكن بفلوس ايضا تساعد الباحثين. شكرا جزيلا على الاستماع واذا عندكم اي سؤال انا حاضر للاجابه إذا تحبون أما تكتب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور علي كيف حالك؟ معك دكتور رمضان. أهلا دكتور رمضان شرفتنا عيني. تحياتي لكم من ليبيا على مو. مية هلا مية هلا وأهلنا بليبيا مية هلا دكتور رمضان شلون الصحة؟ سعيد جدا بحضور هذه المحاضرة الجميلة الرائعة. لتعطي بعد آخر للكواليتاتيف ريسيرش في الميدل إيسترن كنتريز يعني أو الدول الناطقة بالعربية بالأحرى. زين واني خلي أسألك دكتور قبل ما تسألني أنت شون الكواليتاتيف عندكم بليبيا أو أنا طبعا رجعت ليبيا لي حوالي 10 شهور رجعت من دبي أخيرا. نعم دبي بعد صار سؤال مزدوج احكي لي دبي واحكي لي بليبيا وين موضوعكم من نبدل القصه طبعا من ماليزيا اساسا للكواليتي ريسيرش. نعم عندي طلبه اثنين طلبه ماستر عملوا ودي كولت ميكسد ميثودولوجي ابروش سواء كان في الفارماكو فيجيلنس وفي دراج سيفتي وعندي طلبة ثانيين عملوا qualitative research في public health هذا في ماليزيا. وبعدين معنا زميلنا دكتور عضيد شراد أيضا عضيد ويانا بالبصرة عمل جزء qualitative في adverse drug في generic medicine أعتقد. الدكتور العفو دكتور رمضان انتو شتو ضمن يا اختصاص شنو الديبارتمنت اللي شتو بيه؟ احنا الاختصاص هو اساسا فارماسي براكتس اوكي الشهاده لكن القسم عملوه اسمه سوشيال اند ادمنستريتيف فارماسي. اكزاكتلي تمام. الليدرشيب والاذر سوشيال اسبيكتس اوف الدراج يوز موجوده يعطي سوشيال فارماسي لكن نعم. المواضيع اللي لها علاقه بالبراكتس يعطوا فارماسي براكتس واللي عليها علاقه هم هذه ميزه ماليزيا هم واللي علاقه بالابيديميولوجي يعطوهم فارماكو ابيديميولوجي وهكذا. اذا ماليزيا موجوده بها زين بدبي او بليبيا دبي هم حتى الطلبه اللي عندي هم في دبي لما انا كنت في ماليزيا انا مشرف عليهم فعملنا ميكسد ميثودولوجي وعندي طالبه ليبيه عملت عن الفاكسينيشن
acceptance of vaccination والباريرز وال دكتور شنو نوعية الكوانتيتيف تستخدمون؟ كيف ايش معنى بالمعنى الكوانتيتيف دكتور؟ يعني هل كنتوا تستخدمون السيرفي ام كنتوا تستخدمون التشارت اكستراكشن ام مو احنا عندنا ميكس في العاده بالنسبه لي انا طبعا مع رحمه الله دكتور عزمي حصالي لا رحمه كنا نعم لو عاده نعم لو طبعا نظرا لعدم وجود بيانات في هذه في هذا الموضوع فعاده نعم لو الكواليتيف هي الاولى اكسبلورات ومن ومن الكواليتيف نعم لو اكستراكشن للانترفيو جايد نعم لو السيرفي بناء الكوانتيتيف بناء على الكواليتيف اكزاكتلي مثل ما سوينا احنا. وعندي طالب ثاني كنت شبه يعني من السعوديه عمل عن الـ عن البارتيسيبيشن ان ريكريشنال سبورت يعني العفو دكتور هم دول كلهم طلابك وجاي من ماليزيا احكي لي الاجواء العامه الريسيرش ان جنرال الفاكولتي الموجودين بدبي والموجودين بليبيا عندهم اويرنس عن الموضوع متقبلين لو بالنسبه لي بالنسبه لي بالنسبه لماليزيا وبالنسبه لي ماليزيا متطوره واصله بس بدي احكي لي على ودبي ودبي نص بنص اوكي يعني شنو نص ونص يعني يعرفون شنو الميك ميثود يعني ما زال لا هو عاده حسب احساسي خلال ال 20 سنه الماضيه ان المنطقه اللي احنا نعيش فيها لا زال العقل المايند سيت يتجه للاكسبيرمنتال ستاديز اللي هي خارج السكوب ذات كواليتيف ريسيرش such kind of research can has impact على البراكتس يعني عندهم يعني الكواليتيف ريسيرش هذا ليه تأثير على الممارسة يعني ليه تأثير على الممارسة وتغيير كثير من زي مثلا عندي دراسة عملتها عن الفاكسينيشن يعني عن قبول الفاكسينيشن في التعليم الديني في مدارس التعليم الديني في ماليزيا زين دكتور بالمناقشة مالتهم بالثيسس ديفنس صارت عندكم ايضا انه اعضاء لجنة الديفنس تفاجئوا بالموضوع والله لا بالعكس انا مره واحده كانت سنه 2011 او 2012 المجله اللي اسمها ريسيرش اند هيلث سوشيال ديبارتمنت ارساب امتع دوسيل مال ارساب فهم قالوا لا ضروري يحطوا كوانتيتيف اكستراكت اوف كوانتيتيف داتا علشان يعني يحطوا تيبل فحصل بيننا نقاش طويل واخيرا وفي الاخر انهم هم قبلوا رايي ونشروا البيبر بدون دكتور يعني هسه نصيحتك احنا قصدي شلون ممكن انه نخلي انكريز الاويرنس برايك عن الموضوع انكريز الاويرنس احنا اول شيء تسهيل الكونسبت المفهوم بتاع الكواليتيف ريسيرش وفي نفس الوقت كل ما يحصل عندنا ريسيرش من الكواليتيف نوروا الناس التأثير على الممارسة الصيدلانية وتأثير على اتخاذ القرار زي مثلا عندنا في الفارماكوفيجيلانس والله مثلا عندنا في البرايمري هيلث مثلا عندنا مثلا في الأطفال مثلا بالدراسة دكتور العفو يعني هسه أنت برأيك بليبيا شنو الموضوع يعني أنتو شون أنت زيد والله الرأس نقول عليك باللهجة الليبية الرأس في ليبيا زي الرأس في العراق يعني يرادلنا شغل دكتور رمضان كلش يرادلنا شغل أنا كلش سعيد بوجودك إذا عندك كلمة قبل ما أجاوب لك تحياتي لكل زملائي الصيادلة في العراق من دهوك حتى البصرة وتحياتي ليهم وأتشرف أني اشتغلت معهم في ماليزيا وفي الإمارات وفي الهند وفي عمر قتيبة والجروب كله ها والجروب كله شلة شكرا لحضورك نورتنا دكتور كل سعادة على الراحة شكرا لحضورك عندنا بعض الأسئلة شكرا دكتور رمضان الله يحميك عندنا بعض الأسئلة الأخرى اللي هي خلينا نشوف دكتور الزينة الرزينة تقول the term mixed methods refer only to mixing qualitative with the quantitative or it may be used for other studies when used together. أعتقد دكتورة هو الفكرة هي من اسمها mixed methods
ميكس ميثودز غالبا احنا نسوي ريبير كواليتاتيف وكوانتيتاتيف، بس بالمناسبه الكواليتاتيف ممكن السورس مالته ما يكون انترفيو ولا فوكس جروب. اذا تنتبهين احنا سوينا بايوه open ended comment صارت qualitative، فالsource of information هي تختلف. اذا احنا على طول عندنا quantitative qualitative، بس هذول source of information تختلف. ممكن تكون مثلا quantitative ممكن تكون chart extractions، ومثل ما قال دكتور رمضان ممكن تكون معلومات مكتوبة عن الفاكسين، ممكن تكون lab data quantitative، ممكن تكون pharmacovigilance data، ممكن تكون registry data، ممكن تكون clinical data، clinical trial data مثلا تريد تفسرها، سويت تجربة سريرية clinical trial وطلعت عندك نتائج، نتائج ما انت تعرف غريبة يراد لها تفسير، سويت interview وراها. فخلي ببالك يعني احنا الكلمة quantitative هي quantitative، بس السورس مالها ما محكوم بالسيرفي ولا ما محكوم بنمط معين. qualitative نفس الشيء. انت تدري هسه اكو دول جماعة السوشيال ميديا يسوون data extractions من الكومنت ومن رأي الناس، وشوفين يا كومنت تتكرر. بعض المواقع بعض الجروبات ياخذون الكومنت مال المشاركين. تتصور يعني وصلنا لهالمرحلة، source of information صار huge. فخلي بالنا احنا على طول quantitative ثابت qualitative ثابت، بس السورس ما ثابت، السورس ما ثابت. شكرا جزيلا، ان شاء الله اكون جاوبت على سؤال دكتورة زينة على هذا السؤال. السلام عليكم دكتور. يا اهلا وسهلا ومرحبا انك عزيزي، شلون حالك؟ تحية لكم وشكرا على المحاضرة اللطيفة. المحاضرة اللطيفة وتحية لدكتور رمضان، شرفنا زميلنا العزيز. دكتور عندي فت سؤالين الله يخليك. السؤال الأول يقول إذا literature review على mixed method، هل نسوي literature على mixed method أو نسوي literature review على separated qualitative واحد والquantitative واحد؟ عاشت إيدك على السؤال القوي جدا. السؤال الثاني بالنسبة للtranslation ما بعد التسجيل والترانسكريبت، لو شلون يعني شو وقت الترانسليشن مال من مثلا من اللغه اللي كوميونيكيشن صار بالانترفيو، بعد شو وقت نسوي يعني بالنسبه لي؟ يمكن واضح السؤال. دكتور جعفر ممنون على الاسئله الجيده، شكرا. السؤال الاول بخصوص الريفيو، الريفيو تعتمد على الاوبجكتيفز مالتك، انت شو تريد تسوي؟ انت تريد تسوي يعني ما هو انت حسب الاوبجكتيفز. يعني اكو مرات الناس تسوي ريفيو فقط للميكس ميثود، هو بالعنوان اسمه literature review or comprehensive review or systematic review about mixed methods and vaccination acceptance. يعني هو فقط هو جاي بالعنوان وبالاوبجكتيفز، خال انا اريد ميكس ميثود، فيروح فقط ميكس ميثود بالانكلوجن كرايتيريا مالته، فقط ميكس ميثود. اكو مرات literature review ما يحدد بيها، اذا ما حددت بيها انت نوعيه الاستديز والانكلوجن كرايتيريا مالتك كانت فليكسبل، يعني انت ممكن بالاكسكلوجن والانكلوجن تحدد، يعني بالانكلوجن تقول انا اريد فقط كوانتيتيف لانه انا موضوعي كلينيكال ترايل واريد اشوف الافكتيفنس مال الفالسارتان، موضوع كوانتيتيف ما بي مجال لا تجيب لي كواليتيف. فانت تسوي اكسكلوجن للكواليتيف، واي وحده تطلع لك كواليتيف بالطريق قول خليها بالاكسكلوجن، خلاص هاي. اذا بالميثودولوجي مال الريفيو مالتنا نحدد ان الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا، اذا ردنا ميكس ميثود ناخذ فقط الميكس ميثود، اذا ردنا اثنينهن طبعا اثنينهن طبعا يصير شويه بها صعوبه، لانه ما اخفيك انه انت تجي تسوي كوانتيتيف كواليتيتيف لازم طبعا ميتا اناليسيس ما راح تصير وياها لان كواليتيتيف ما بيها ارقام، وبالتالي لازم نسوي انتجريشن حتى بالدسكشن مال الريفيو شويه يصير عليك صعبه، بس ما يمنع ممكن تسويها، صح صعبه بس ممكن. اذا تعتمد على الاوبجكتيفز، تعتمد على الموضوع اللي تريد. السؤال الثاني ترانسليشن، احنا عاده بنسوي
تعرف عندنا لانجويج بارير بالعراق، فنسوي الانترفيو بالعربي بين قوسين، او نسال السؤال بالانجليزي ويجاوب هو بالعربي بالانجليزي، وبعدين لازم من نسمعه نكتبه بالانجليزي، نكتبه بالعربي، نكتبه بالعربي وبعدين نترجم العربي. انت يعني ما يصير راسا تسمع عربي وتترجم، لا، تكتبه بالعربي وبعدين تترجمه للانجليزي. ويفضل ترجمه يصير بيه تشيكينج، لانه مثل ما تعرف جوجل ترانسليت وغيره مو زين باللغه العاميه، غير الدبل تشيك واكثر من اوثرز. فعيني تسمع تكتب بالعربي وبعدين تسوي ترانسليشن انجليزي. ان شاء الله اكون جاوبت عن سؤالك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك نرمين. دكتور نرمين تقول you mentioned that equivalent of the reliability and its dependability, if I'm not wrong, could you explain more about please? الفكرة وين؟ الفكرة إنه إحنا راح نستخدم مصطلحات مختلفة. يعني بين قوسين إحنا هنا ما عندنا تيست للكواليتيتيف نفس التيست بالكوانتيتيتيف. بالكوانتيتيتيف نريد نشيك الريلايبيليتي نسوي كرونباك ألفا. هنا نريد نشيك الريلايبيليتي نريد نشوف السؤال مالتنا تقريبا الأسئلة مال الأجوبة مالتها مشابهة، نجي نشيك ال هنا عندنا مثل سولا بير ديبريفينج. يعني احنا عاده هنا ما يصير بس واحد يسوي كودينج، انا اقرا واسوي كودينج ويجي واحد وراي من الاوثرز كو اوثرز يقرا ويشوف ويسوي كودينج وبعدين يسوي ميرج الكودينج مالته او يجي ويشيك وراي. فطريقه التيست مال الريلابيليتي ما تنطبق مثل هناك. هناك ارقام دخلنا موضوع احصائي، هنا لا، جينا شيكنا وجينا واحد ورا الاخر يسوي ريفيو يسوي تير تشيكينج، ومرات نحتاج نخلي البارتيسيبنت يسوي تشيكينج. يعني نبعث له الكودينج مالنا او نبعث له الاكسبلينيشن مالتنا ونقول له هو هذا الحكي. طبعا هاي مو بعض كل الحالات تصير، بس خلي بالك يعني طريقه الفاليديشن طريقه الريلابيليتي تيستينج تختلف كلياً، وهاي بحد ذاتها يراد لها سمستر كامل. إن شاء الله المحاضرة راح تنزل على من على اليوتيوب وتنشر مع موقع الكلية. من ينزل الخبر على موقع الكلية أرجو أن تتابعون موقع الكلية، راح تنشر عليه الشهادات مثل ما قال دكتور سامر مشكور، الشهادات مشاركة وينزل بالتسجيل تنزل ب خبر المحاضرة. دكتور أميرنا تقول اي اكو شو اسمه بروجرامز، ان شاء الله بعث لك اياها. ها الجراف اللي سويناه، هذا الجراف اللي سويناه بايوه، لا هذا ما سوينا، هذا كان اكو وحده شطوره سكرتيره مال ميري هي سوت لنا الجراف، قصدي يعني هي كانت احنا اعطيناها الفكره وهي رتبت لنا اياها، ما كان اكو بس ان جنرال هسه احنا دا نستخدم يعني هذا السكتش قصدك اي يعني وحده ساعدتنا بيه، يمكن كتبنا لها شكر نسيت اسمها والله. يمكن خلصنا اعتقد خلصنا الاسئله. شكرا جزيلا لجميع الحضور، واشكر عماده الاتصال لجامعه بغداد والشؤون العلميه بالدراسات العليا دكتور سامر دكتور مناف ودكتور سرمد العميد. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور سامر. أشلي دكتور الله يخليك. شكرا للحضور طبعا. إذا تحب الله يخليك. شكرا جزيلا دكتور. بالنسبة لدكتور الشهادات الحضور إن شاء الله من تكمل الأسبوع القادم حيتم وضعها يعني موقع كلية إن شاء الله مع الخبر بالإضافة للفيديو للتسجيل للاستفادة، خلينا نقول اللي ما قدر يحضر اليوم إن شاء الله. عاشت إيدك وشكرا جزيلا لجميع الحضور دكتور رمضان دكتور جعفر كل اللي الحضرة ويانا، إن شاء الله نكون قدمنا في ورشوب مفيدة. وشكرا جزيلا، وإذا أمكن من الترسون الجوجل فورم تجاوبون على الأسئلة الموجودة جوا، ومثل ما عودتكم كلية الاتصال جامعة بغداد وحدة التعليم المستمر وحدة الشؤون العلمية نحاول أن نغطي مواضيع مختلفة إن شاء الله تنال رضاكم وتصبحون على ألف خير. في أمان الله، مع السلامة.